بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان إنما كنتم، انطلق على حضراتكم سابع الأشواط في مجموعة أشواط صباح هذا اليوم ضمن هذا الشارع المقدم من بدر بن علي بن سعود المالكي. له جزيل الشكر وعظيم الامتنان على هذا الدعم الكبير والسخي لإحياء تراث الآباء والأجداد. نسير وياكم لشوط الإبكار مباشرة مع المركز الأول غند جاسم بن محمد الوهيبي مع المركز الأول المركز الثاني من الجانب الآخر بشعاب بن الرضا القادم في هذه اللحظات. أما في المركز الثالث القدوم من الشهنية ناصر بن محمد الدويكي على المركز الثالث المركز الرابع ايضا القادمة مع الاسماء مرضية سعيد بن علي الماوكي على رابع المراكز وخامس المراكز. هناك مع ايضا انطلاقاتنا والتحدياتنا في هذه الاشواط وايضا العزرة صقر بسالم المسعودي. هذه النتيجة وعود للمركز الاول الى مقدمة هذا الشوط الى التحدي الجميل الى العرض المثير مع الشهنية ناصر بن محمد الدويكي اللي غير. وايضا هناك قاد الشوط نحو المركز الاول ولكن المضايقات من ايضا مرضية سعيد بن علي المالكي من الجانب الاخر. شوف التدخلات هناك والقدوم من ايضا العزرة صقر بن سالم المسعودي لكن الوصول الاخر هنا من الشعرات القادمة. لكن ما شاء الله تبارك الله شوف هذه اللي انفردت في هذه اللحظات في الامتار الاخيرة وظهرت هناك وحيدة خارج السرب من تغرد في هذا الشوط. مرضية 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 هي من ترضي مالكها والجماهير. هذه مرضية ما شاء الله تبارك الله على هذا الشكل الجميل. سعيد بن علي المالكي تهانينا والناموس وحافظ على مرضية سعيد بن علي المالكي. هذه النوعية المميزة. المركز الثاني نيران محمد بن خليفة الإسماعيلي. المركز الثالث أيضا كان هناك مع أيضا العزرة صقر بن سالم المسعودي. توقيت الزمن دقيقتين و4:88 جزء من الثاني هو التوقيت الزمني لهذا